يا ولدي وربي والله أن كل حلال اللي تشوفه غالي علي ما بخليه لين أموت مرة، سمعت؟ وأنا بعد ما يرضيني لأنه ذبح لحم بزعنة. هدي يا بن شوصان وبنتفاهم إن شاء الله على الحل اللي يرضيك. شو اللي تامر فيه؟ كان تبي احنا نعوضك بشيء، تامر بشيء، شو اللي يرضيك احنا نسوي حبيبي؟ حاضرين حاضرين احنا. يرضيني انا؟ اي فلوس الدنيا كلها ما ترضيني عن الحنبزانه. اي وترى البل فرح وسرور من خلقة الانسان، عسى الله يبور بواحد بايرم فيها. ما ادري ايش قال. اي صح لسانك، صح لسانك. نعم. عمي اللي تامر فيه احنا تحت امرك. انا آمر فيه واللي يرضيني إني أشوفه هذا أخويك ميت. والله لو ما شيء شرطه وقانون إن كان ذبحته. عفا تذبحه؟ نعم. ليش هذا بأي قانون بأي أي ملة هذا شو تقول أنت تذبح إنسان علشان بعير؟ قانوني أنا. ما يصير يا معود، ما يصير. نعم يعني هد أعصابك، خلك يعني ريال قاطينا بالسجن والسبناقة. ما يصير. وانا ما ارضى الا بالقصاص حسب الشريعه الاسلاميه ولا المحافظه. ليش قصاص؟ الله يطول عمرك. هد نفسك انت بس، هد نفسك. قول لنا شيء ثاني يرضيك واحنا نسوي لك يا قصاص. ما نقدر. ويا طارش يشد الرحيلي فوق شقره تمطي اخطاء بيروت تلغالب نحيلي ركيبها ما حرك عصاه. خذ عاد لو لي جناح بطير نحو الحبيب بروح وبانوح عليك بانوح وقلبي عليك مجروح.